السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معكم أستاذ خالد نجم. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس الهندسة، الشكل الرباعي الدائري. إحنا خدنا الحصة اللي فاتت بداية الدرس ده اللي هو الشكل الرباعي الدائري، هنكمل بقى النهاردة. أول حاجة، نواتج التعلم. بعد الانتهاء من الدرس يكون الطالب قادرا على أن يذكر متى يكون الشكل الرباعي دائري، يحل تمارين على الشكل الرباعي الدائري، يستنتج خواص الشكل الرباعي الدائري. طب تعالوا كده نشوف كده مع بعض، نسأل نفسنا سؤال: إمتى يكون الشكل الرباعي دائري؟ ما هو مش كل الأشكال الرباعية تعتبر دائرية. طيب، عندي حالات. أول حالة إن يكون فيها الشكل الرباعي دائري إذا وجدت نقطة في مستوى الشكل على أبعاد متساوية من الرؤوس، يعني زي ما احنا شايفين في الرسم كده، عندنا نقطة ميم بتكون على أبعاد متساوية من رؤوس الشكل الرباعي، يعني ميم ألف يساوي ميم ب يساوي ميم ج يساوي ميم د. يبقى إذا نستنتجه إن الشكل ده رباعي دائري. يبقى أول حالة يكون فيها الشكل الرباعي دائري إذا وجدت نقطة داخل الشكل تكون على أبعاد متساوية من رؤوس الشكل. دي أول حالة. الحالة الثانية، إذا وجدت زاويتان متساويتان في القياس ومرسومتان على ضلع من أضلاعه كقاعدة وفي جهة واحدة من هذا الضلع. إيه بقى الكلام ده؟ يعني زي ما احنا شايفين كده على الرسم، لو عندي زاوية أ د ب تساوي قياس زاوية أ ج ب، وهما مشتركتان في القاعدة أ ب وفي جهة واحدة منها، إذا الشكل ده يبقى في الحالة دي رباعي دائري. هو لازم الزاويتين دول بس؟ لا، ده ممكن لو عندي زاوية د ج أ تساوي زاوية د ب أ، هيبقوا كده الزاويتين دول بيساووا بعض وهما مشتركتان في القاعدة د أ وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري. ممكن كمان لو زاوية ج د ب بتساوي زاوية ج أ ب وهما مشتركتان في القاعدة ج ب وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل رباعي دائري. ممكن كمان لو عندي زاوية ج ب د ج ب د تساوي زاوية ج أ د، لو الزاويتين ج ب د تساوي ج أ د وهما بيساووا بعض وهما مشتركتان في القاعدة ج د وفي جهة واحدة منها، إذا يبقى برضه الشكل ده إيه؟ رباعي دائري. تمام؟ يبقى ديت الحالة التانية اللي هي إذا وجدت زاويتان مشتركتان في مرسومتان على قاعدة واحدة ومتساويتان في القياس وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل رباعي دائري. طيب نشوف الحالة الثالثة، إذا وجدت زاويتان متقابلتان متكاملتان في شكل رباعي كان هذا الشكل رباعي دائري. يعني زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامنا، قياس زاوية ب زائد قياس زاوية د هيساوي 70 زائد 110 هيساوي 180 درجة، وهما زاويتان متقابلتان، يبقى إذا الشكل رباعي دائري. طب لازم ب و د؟ لا، ممكن ج و أ، يعني قياس زاوية ج زائد قياس زاوية أ لو طلعوا ب 180 يبقى إذا الشكل رباعي دائري. يبقى الحالة الثالثة، إذا وجدت زاويتان متقابلتان متكاملتان في شكل رباعي كان هذا الشكل رباعي دائري. الحالة الرابعة، إذا وجدت زاوية خارجة عند رأس من رؤوس الشكل الرباعي قياسها يساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة لهذا الرأس كان الشكل رباعي دائري. يعني لو عندنا زاوية زي زاوية د أ ه، دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي، وزاوية د أ ه تساوي زاوية ج، يبقى الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها، إذا في الحالة دي يبقى الشكل ده رباعي دائري. يبقى دول الأربع حالات بتوعنا عشان يكون الشكل الرباعي دائري.
فتعالوا بقى نشوف سؤال مع بعض كده. السؤال الأول، أعطيني الشكل ده، أ ب ج د، ده شكل رباعي وفي زاوية أ د ب 60 درجة، وزاوية ج أ ب 40، وزاوية ج ب أ ب 80 درجة. المطلوب إثبات أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري، عايزين نثبته إن الشكل ده رباعي دائري. طيب أنا لما يديني القطرين بتوع الشكل الرباعي كده موجودين، يبقى أنا هنا هنحاول نثبت إن في زاويتين مرسومين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها يكونوا متساويين في القياس، وبالتالي يبقى الشكل رباعي دائري. نبص كده على المثلث أ ب ج، عندي زاوية ج أ ب 40 وزاوية ج ب أ ب 80، يبقى أنا أقدر أجيب زاوية أ ج ب. أجيبها إزاي؟ أقول 180 ناقص 40 زائد 80 هتطلع 60 درجة، يبقى زاوية أ ج ب هتساوي 60 درجة، تمام؟ لأن مجموع زوايا المثلث أ ب ج ب 180 درجة، يبقى قياس زاوية أ ج ب هيساوي 180 ناقص 40 زائد 80 يدينا 60 درجة. طب ما أنا شايف كمان إن زاوية أ د ب ب 60 درجة برضو، يبقى إذا قياس زاوية أ د ب يساوي قياس أ ج ب، وهما مشتركتان في القاعدة أ ب وفي جهة واحدة منها، يبقى في الحالة دي يبقى الشكل رباعي دائري وأثبتنا الإيه المطلوب. طب تعالوا نكتب إيه؟ هنقول كده قياس زاوية أ ج ب هيساوي 180 ناقص 80 زائد 40 تطلع 60 درجة. نجاي له إذا قياس زاوية أ د ب يساوي قياس أ ج ب يساوي 60 درجة، وهما مشتركتان في القاعدة أ ب وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري. يبقى كده جاوبنا السؤال الأول. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني، أعطينا شكل أ ب ج د وأعطيني زاوية ب أ ج ب 50 درجة وزاوية أ ج ب 35 درجة وزاوية د 85 درجة. المطلوب إثبات أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري. طيب أنا هنا هعمل إيه؟ هحاول أجيب زاوية ب قياس زاوية ب أشوفها بكام درجة، وبعد كده أجمع زاوية ب زائد قياس زاوية د، لو طلعوا 180 وهما متقابلتين يبقى الشكل رباعي دائري. طب زاوية ب نجيبها إزاي؟ ما أنا عندي المثلث أ ب ج أهوت مجموع زواياه ب 180، يبقى قياس زاوية ب بتساوي 180 ناقص 50 زائد 35 درجة. طب تعالوا نكتب الكلام ده، قياس زاوية أ ب ج هيساوي 180 ناقص 50 زائد 35 هيطلع 95 درجة، يبقى قياس زاوية ب ب 95 درجة. بعد ما جبت قياس زاوية ب وطلعت ب 95 درجة، هنجمع بقى زاوية ب زائد قياس زاوية د، يبقى هقول كده اهو قياس زاوية أ ب ج زائد قياس زاوية أ د ج هيساوي 95 زائد 85 يدينا 180 درجة. يبقى زاويتين عندي في الشكل، زاويتين ب ود متقابلتين وهما متقابلتان، إذا الشكل يبقى رباعي إيه؟ دائري. يبقى أنا هقول له قياس زاوية أ ب ج زائد قياس زاوية أ د ج بيساوي 180 درجة، وهما زاويتان متقابلتان، إذا الشكل يبقى رباعي إيه؟ دائري. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثالث، عندي الشكل المقابل أ د يساوي أ ب، وعندي قياس زاوية أ ب د ب 30 درجة، وقياس زاوية د ج ه بيساوي 120 درجة. المطلوب إثبت أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري. طيب واضح هنا ان زاوية ب ج ه اللي هي 120 درجة دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي أ ب ج د، فأنا لو قدرت أثبت ان زاوية ب ج ه تساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها اللي هي زاوية أ، يبقى إذا يبقى كده الشكل الرباعي إيه؟ دائري. طيب أنا عندي هنا المثلث أ ب د، بما أن أ ب يساوي أ د، إذا قياس زاوية أ ب د يساوي قياس زاوية أ د ب هيساوي 30 درجة، فقياس زاوية أ د ب هيساوي 30 درجة، مظبوط؟ طيب
كده اقدر اجيب زاوية الف، بما ان مجموع الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة، يبقى قياس زاوية الف 180 ناقص 30 زائد 30 هتطلع 120 درجة، يبقى كده جبت زاوية الف. طبعا هنلاحظ ان زاوية الف بتساوي زاوية د ج ه، يعني الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها، وبالتالي يبقى الشكل أ ب ج د رباعي دائري. يبقى أنا هنا تعالوا نكتب بقى الكلام ده، هنقول كده: بما أن أ د يساوي أ ب، إذا قياس زاوية أ د ب يساوي قياس زاوية أ ب د بيساوي 30 درجة. وبما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة، يبقى إذا قياس زاوية أ بيساوي 180 ناقص 30 زائد 30 هتطلع 120 درجة. إذا قياس زاوية د ج ه هتساوي قياس زاوية أ هتساوي 120 درجة، وهي خارجة عن الشكل الرباعي، إذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري. يبقى كده جاوبنا السؤال الثالث. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، السؤال الرابع. السؤال الرابع: في الشكل المقابل عندي أ ه شعاع يناصف زاوية ب أ ج، وعندي د واو شعاع يناصف زاوية ب د ج. المطلوب اثبت أن الشكل أ ه واو د رباعي دائري. المطلوب الثاني اثبت أن ه واو يوازي ب ج. طيب أنا عشان أثبت إن الشكل أ ه واو د، تعالوا نبص عليه كده، هنلاقي القطرين بتوعه متوصلين اللي هو أ واو د ه. يبقى عشان يبقى الشكل ده رباعي دائري، هستخدم اللي هي لازم أثبت إن زاوية ه أ واو يساوي ه د واو. طيب كويس أوي، يبقى أنا كده حددت الهدف اللي أنا عايز أشتغل عليه. عايز أثبت إن زاوية ه أ واو اللي هي ديت تساوي زاوية ه د واو. مظبوط يا جماعة؟ عايز أثبت الزاويتين دول يساووا بعض. طيب أنا عندي في زاويتين محيطيتان متساويتان في القياس، اللي هما زاوية إيه وزاوية إيه؟ زاوية ب أ ج، أهو بص على الرسم كده، ب أ ج، ب أ ج، والتانية ب د ج. دول زاويتان محيطيتان مشتركتان في القوس ب ج. طب نكتب الكلام ده: بما ان قياس زاوية ب أ ج يساوي قياس زاوية ب د ج، ايه السبب؟ محيطيتان مشتركتان في القوس ب ج. طب ما انا عندي أ ه يناصف زاوية ب أ ج، وده واو يناصف ب د ج، يعني قياس زاوية ب أ ه يساوي قياس ه أ ج. الناحية التانية قياس ب د واو يساوي قياس واو د ج. يبقى كده نستنتج ان زاوية ه أ واو هتساوي زاوية ه د واو، وهما مشتركتان في القاعدة ه واو وفي جهة واحدة منها، يبقى الشكل أ ه واو د رباعي دائري. تمام؟ طب تعالى نكتب الكلام ده: بما أن أ ه يناصف زاوية ب أ ج، ود واو يناصف زاوية ب د ج، إذا قياس زاوية ه أ واو هيساوي قياس زاوية ه د واو، وهما مشتركتان في القاعدة ه واو وفي جهة واحدة منها، إذا الشكل أ ه واو د رباعي دائري. يبقى الشكل أ ه واو د رباعي دائري. ده أول مطلوب. طيب المطلوب الثاني اثبت أن ه واو يوازي ب ج. اثبت ان ه واو يوازي ب ج. طيب اثبت ازاي بقى ان ه واو يوازي ب ج؟ تعالى كده نبص ايه مع بعض كده. عندنا الاول قياس زاويه واو ه د، بص على الرسم كده، قياس زاويه واو ه د بتساوي ايه من الشكل الرباعي الدائري؟ مش احنا قلنا الشكل أ ه واو د ده رباعي دائري؟ طب يلا بص لي بقى قياس زاويه واو ه د اللي هي ديت هتساوي قياس زاوية، أنا قلت واو ه د هتساوي واو أ د اللي هي دي. مظبوط؟ قياس زاوية واو ه د هيساوي قياس واو أ د. تعال نكتب أهو: بما أن قياس زاوية واو ه د
بيساوي قياس زاوية واو ألف دال، ده من الشكل الرباعي الدائري ألف ه واو دال. اشمعنى؟ عشان الزاويتين دول مشتركتان في القاعدة دال واو وفي جهة واحدة منها، يبقى الزاويتين دول يساووا بعض. طب بص بقى على زاوية واو ألف دال دي، بس هنقراها من على الدايرة، جيم ألف دال اللي هي واو ألف دال، هنقولها جيم ألف دال. مش دي زاوية محيطية؟ في زاوية محيطية تانية بتساويها، الأولانية اسمها إيه الأول؟ جيم ألف دال، يبقى التانية جيم ب دال اللي هي دي، مظبوط؟ يبقى جيم ألف دال هيساوي جيم ب دال. يبقى أنا كده عندي علاقتين، تعالوا نكتب التانية بس الأول، قياس زاوية جيم ب دال بيساوي جيم ألف دال. ماشي، بص على الرسم تاني، أنا عندي زاوية واو ألف دال بتساوي زاوية واو ه دال، ده من خواص الشكل الرباعي الدائري ألف ه واو دال، عشان دول زاويتين مشتركتان في القاعدة دال واو وفي جهة واحدة منها. بعد كده عندي زاوية جيم ألف دال، دي زاوية محيطية، بتساوي زاوية جيم ب دال، زاويتان محيطيتان مشتركتان في القوس دال جيم. إذا نستنتجه إيه بقى؟ نستنتج إن قياس زاوية واو ه دال هتساوي قياس زاوية جيم ب دال. شايفينهم؟ واو ه دال وجيم ب دال. طب ما دول كده في وضع تناظر، وهما في وضع تناظر، إذا استنتجوا إيه؟ ه واو يوازي ب جيم، يبقى ه واو يوازي ب جيم، ويبقى ده الإيه؟ المطلوب التاني. بصوا يا جماعة، دايماً المطلوب التاني بيعتمد على المطلوب الأولاني. يعني أنا المطلوب التاني عايز أثبت إن ه واو يوازي ب جيم، يبقى لازم استخدم المطلوب الاولاني اللي انا اثبته، اللي هو الشكل الف ه واو د رباعي دائري. نستنتج منه حاجه، نستنتج ان زاويه واو ه د هتساوي واو الف د، وبعد كده واو الف د دي هنقراها جيم الف د هتساوي جيم ب د، محيطيتان مشتركتان في القوس د ج. اذا نستنتج ان زاويه واو ه د هتساوي زاوية جيم ب د، وهما في وضع تناظر، يبقى ه واو يوازي ب ج، ويبقى كده جاوبنا ايه؟ السؤال الرابع. تعالوا نشوف السؤال الخامس. أعطينا هنا الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، وعندي أ د يساوي ب ه، اثبت أن الشكل أ ب د ه رباعي دائري. اثبت أن الشكل أ ب د ه رباعي دائري. طيب هنثبته ازاي ده بقى؟ هنركزه مع بعض. انا المعلومات اللي عندي ان الشكل أ ب ج د متوازي اضلاع، وعندي أ د يساوي ب ه. طب أ د وب ه دول مش عارف استفاد بيهم كده، فهعمل ايه؟ هقول ايه؟ بما ان الشكل أ ب ج د متوازي اضلاع، اذا أ د يساوي ب ج، يبقى هعمل هنا ايه؟ شرط على ب ج كده، يبقى أ د يساوي ب ج. وبما أن أ د يساوي ب ه، إذا نستنتج أن ب ه يساوي ب ج، ب ه يساوي ب ج، مش كده يا جماعة؟ يبقى إذا المثلث ه ب ج ده متساوي الساقين، يبقى إذا قياس زاوية ب ه ج هيساوي قياس زاوية ج، مظبوط كده؟ تعالوا نكتب اللي إحنا قلناه ده. بما أن أ د يساوي ب ب ج، ده من خواص متوازي الأضلاع، وأ د يساوي ب ه، إذا ب ه يساوي ب ج، إذا قياس زاوية ج هيساوي قياس زاوية ب ه ج، تمام؟ ده اللي إحنا قلناه، قياس زاوية ج هيساوي قياس زاوية ب ه ج. طيب مش إحنا خدنا من خواص متوازي الأضلاع إن كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس؟ طب فين الزاويتين المتقابلتين هنا؟ زاوية في الشكل في المتوازي أ ب ج د، زاوية ج بتقابل الزاوية المقابلة لها زاوية ب أ د اللي هي دي، يبقى زاوية ج هتساوي زاوية ب أ د. طب نبص على الرسم تاني كده مع بعض كويس. أنا قلت في الأول بقى نربط بقى العلاقتين دول ببعض، قلنا زاوية ج هتساوي زاوية ب ه ج، وقلنا إن زاوية ج هتساوي زاوية ب أ د، زاوية ج كده متكررة، يبقى إذا نستنتج إن زاوية ب أ د هتساوي زاوية ب ه د، وهما مشتركتان في القاعدة ب د وفي جهة واحدة منها، إذا الشكل أ ب
د ه رباعي دائري، يبقى الشكل ألف ب د ه رباعي دائري. طب تعالى نكتب الكلام ده، بما أن قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية ب ألف د، ده من خواص متوازي الأضلاع، لأن كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان في القياس. إذا نستنتج بقى إيه؟ إن قياس زاوية ب ه د يساوي قياس زاوية ب ألف د، وهما مشتركتان في القاعدة ب د وفي جهة واحدة منها، إذا الشكل ألف ب د ه رباعي د. يبقى كده جاوبنا السؤال الخامس. طيب نشوف السؤال السادس مع بعض. بيقول لنا أعطينا الرسم المقابل، في إيه الرسم ده؟ عندي المعلومات اللي عندي المعطيات قياس القوس أ س يساوي قياس القوس أ ص، أو طول القوس أ س يساوي طول القوس أ ص. ما هو الأقواس المتساوية في الطول بتبقى متساوية في القياس والعكس. المطلوب إثبت أن الشكل ب ج ه د رباعي دائري. طب يبقى احنا محتاجين نوصل ه د، هنوصله دلوقتي. المطلوب الثاني اثبت ان زاويه د ه ب، د ه ب من هنوصل ده ه اهو، نوصله ده ه كده عشان اثبت ان الشكل ب ج ه د رباعي دائري، هنوصل ده ه. ثاني حاجه اثبت ان قياس زاويه د ه ب يساوي قياس س ا ب، هنوصل برضه س ا بس كمان شويه. طيب المطلوب أول حاجة أنا عايز أثبت إن الشكل ب ج ه د رباعي دائري، وقلت لك يعني دايما لما يبقى الشكل الرباعي متوصل القطرين بتوعه يبقى أنت بتحاول تثبت إن في زاويتين مرسومين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة من القاعدة يكونوا إيه متساويين في القياس، يبقى إذا الشكل الرباعي دائري. طيب أنا عندي إيه المعطى اللي عندي؟ عندي قياس القوس أ ص يساوي قياس القوس أ س. طيب القوس أ ص في زاوية محيطية طالعة منه اسمها إيه؟ أ ب ص، اللي هي دي يا جماعة، نرسمها كده مع بعض. الزاوية دي أ ب ص، مظبوط. قياس القوس أ ص، القوس ده طالع منه زاوية أ ب ص. طب القوس أ س بيساوي قياس القوس أ ص، يبقى القوس أ س الزاوية اللي طالعة منه اسمها إيه؟ أ ج س أهي، يبقى زاوية أ ب ص تساوي زاوية أ ج س. طب ما هو بص بقى على الشكل الرباعي ده، د ب ج ه، اقراها بقى من هنا، د ب ه بتساوي قياس د ج ه، وهما مشتركتان في القاعدة د ه وفي جهة واحدة منها، يبقى الشكل ده ب ج ه رباعي دائري، مظبوط يا جماعة؟ طب تعالوا نكتب الكلام ده الأول، بما أن قياس القوس أ س يساوي قياس القوس أ ص، إذا قياس زاوية أ ج س يساوي قياس زاوية أ ب ص، أهو زي ما إحنا قلنا كده، تمام؟ وهما مشتركتان في القاعدة د ه وفي جهة واحدة منها، إذا الشكل رباعي إيه؟ دائري، وهما مشتركتان في القاعدة د ه وفي جهة واحدة منها، يبقى الشكل رباعي دائري، ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني إثبت أن قياس زاوية د ه ب، فين هي؟ د ه ب تساوي س أ ب، يعني عايز يثبت إن الزاوية دي كده د ه ب يساوي س أ ب. طيب أنا قلت لك المطلوب الثاني بيعتمد على المطلوب الأول، هو عايز يثبت إن زاوية د ه ب تساوي س أ ب. طب إحنا شايفين إن زاوية د ه ب ديت موجودة داخل الشكل الرباعي الدائري اللي إحنا لسه أثبتناه في المطلوب الأول، فلازم أشوف زاوية د ه ب ديت بتساوي إيه؟ بتساوي زاوية إيه داخل الشكل الرباعي الدائري؟ تمام، يلا قولوا معايا، زاوية د ه ب هتساوي زاوية د ج ب أهو، يبقى دي د ه ب تساوي د ج ب، خلاص. طب نبص بقى على زاوية د ج ب بس نقراها من الدايرة، س ج ب، مش دي زاوية محيطية؟ س ج ب، بدأت بس وانتهيت ب، يبقى المحيطية التانية هنبدأ بس وننتهي ب، يبقى س ج ب تساوي س أ ب
محيطيتان مشتركتان في القوس س ب. يبقى تاني انا قلت ايه يا جماعه؟ زاويه د ه ب من داخل الشكل الرباعي الدائري بتساوي د ج ب. طب وده الجيم ب اللي هي س ج ب تساوي س أ ب. إذا س أ ب هتساوي د ه ب. ونكتب إيه الكلام ده؟ أول حاجة هنكتب كده بمعنى قياس زاوية د ه ب تساوي د ج ب. ده إيه من خواص الشكل الرباعي الدائري. وبمعنى قياس زاوية س ج ب بتساوي س أ ب محيطيتان مشتركتان في القوس س ب. إذا نستنتجه إيه؟ إن زاوية د ه ب تساوي زاوية س أ ب. ويبقى كده إيه جاوبنا المطلوب الثاني. السؤال السابع، تعال نبص على الرسم الأول. عندي ج ص مماس للدائرة. طب خلاص مش ج ص مماس، إحنا عندنا نظرية بتقول إيه؟ المماس للدائرة يكون عموديًا على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس. يعني جيم صاد ده مماس، يبقى ميم جيم عمودي على جيم صاد، يعني زاوية جيم ب90. وعندي كمان سين منتصف ألف ب. ماشي، احنا خدنا برضه ايه نظرية المستقيم المار بمركز الدايرة ومنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر، يعني ميم سين هيبقى عمودي على ألف ب. طيب تمام، كل ده يعني أول ما أبص على المعطيات أشوف كده أنا هكتب ايه بعد كده. المطلوب يثبت أن الشكل أ س ج ص رباعي دائري. أ س ج ص رباعي دائري. طب ما هو اللي أنا قلته من شوية هو ده هيخلي لي السؤال. هنقول إيه؟ بما أن ج ص مماس للدائرة، ج ص مماس للدائرة، وم ج نصف قطر في الدائرة. إذا م ج عمودي على ج ص، يعني قياس زاوية م ج ص ب90 درجة. مظبوط؟ طب هنقول كمان بما أن س منتصف أ ب، إذا م س عمودي على أ ب، يبقى قياس زاوية أ س م ب90 درجة أهو. طب يبقى كده عندي زاوية أ س ص ب90، وزاوية أ ج ص برضه ب90، وهما زاويتان مشتركتان في القاعدة لو وصلناها أ ص وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل أ س ج ص رباعي دائري. يبقى ده المطلوب الأول. وتعالوا نكتب الكلام ده. بما أن س منتصف أ ب، يبقى م س عمودي على أ ب، يبقى قياس م س أ ب90 درجة. بما أن ج ص مماس للدائرة، وم ج نصف قطر، يبقى م ج عمودي على ج ص، يبقى قياس زاوية م ج ص ب90 درجة. إذا قياس زاوية أ س م تساوي م ج ص، وهما مشتركتان في القاعدة أ ص لو وصلناها وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل أ س ج ص رباعي دائري، وهو ده المطلوب الأول. طب المطلوب الثاني، اثبت إن زاوية ب م ج ب م ج مالها بقى؟ تساوي 2 قياس ميم صاد جيم. 2 قياس ميم صاد جيم. اثبت ان زاوية ب ميم جيم تساوي 2 قياس ميم صاد جيم. طب تعال نبص على الرسم كده، فين ب ميم جيم؟ اهيت ب ميم جيم اهو. اثبت ان الزاوية دي كده بتساوي 2 قياس ميم صاد جيم اللي هي زاوية صاد. يعني بص انا عملت هنا قوسين وهنا قوس، يعني عايز اثبت ان الزاويه ب م ج دي ضعف زاويه ص. طيب انا عندي قلت لك دايما انا المطلوب الثاني بيعتمد على المطلوب الاول. عندي زاويه ب م ج دي نوعها ايه يا جماعه؟ دي نوعها مركزيه. اسمها ايه؟ ب م ج. القوس بتاعها المقابل لها ب ج. طب فين الزاويه المحيطيه اللي طالعه من نفس القوس مشتركه مع الزاويه المركزيه دي في نفس القوس؟ هتبقى زاويه ب أ ج. يبقى إذا قياس زاوية ب م ج هتساوي ضعف قياس ب أ ج، يعني زاوية ب أ ج ممكن أحط فيها قوس واحد كده. يبقى أنا قلت إيه؟ زاوية ب م ج بتساوي ضعف قياس ب أ ج. إيه السبب؟ لأنهما زاويتان مركزية ومحيطية مشتركتان في القوس ب ج. طيب
يبقى أكيد في علاقة بين زاوية ألف وزاوية صاد. أه طبعا في علاقة، العلاقة بنستنتجها من المطلوب الأول اللي إحنا قلناه. مش إحنا أثبتنا إن الشكل ألف س ج ص رباعي دائري؟ يعني قياس زاوية س ألف ج هتساوي س ص ج، س ألف ج هتساوي س ص ج، لأنهم هيبقى زاويتين مشتركتان في القاعدة س ج وفي جهة واحدة منها. طب وأنا قلت إن زاوية ب م ج ضعف ب ألف ج، وبها ألف جيم تساوي زاوية صاد، يبقى زاوية ب ميم جيم ضعف زاوية صاد، وهو ده المطلوب. وتعالوا نشوف ايه نكتب ازاي. بمعنى قياس زاوية ب ميم جيم هيساوي 2 قياس ب ألف جيم. ايه السبب؟ محيط مركزية ومحيطية مشتركتان في القوس ب جيم. وبعد كده هقول له بما أن زاوية س ألف جيم بتساوي س صاد جيم. س أ ج و س ص ج بيساوي بعض، محيطيتان مشتركتان في القوس س ج. إذا نستنتج إن زاوية ب م ج هتساوي ضعف قياس م ص ج، وهو ده المطلوب الثاني. تمام يا جماعة؟ طيب نشوف السؤال الثامن والأخير معانا النهاردة. السؤال الثامن، عندي في المثلث أ ب ج، عندي أ ب يساوي أ ج، وب س ينصف ينصف زاوية ب، وج ص ينصف زاوية ج. دي المعطيات بتاعتي. المطلوب إثبات أن الشكل ب ج س ص رباعي دائري، وتاني مطلوب إثبات أن س ص يوازي ب ج. طيب أنا عندي أ ب يساوي أ ج، يعني مثلث متساوي الساقين، يبقى زاوية القاعدة متساويتان في القياس، يعني زاوية أ ب ج تساوي أ ج ب. طب وعندي ب س ينصف زاوية أ ب ج، وج ص ينصف زاوية أ ج ب، يبقى إذا قياس زاوية أ ب س هتساوي أ ج ص، اللي هما إيه؟ نحددهم من على الرسم كده، اللي هما الزاوية دي كده هتساوي الزاوية دي، مظبوط؟ طيب تعالوا نكتب الكلام. طب ما هو كده الزاويتين دول هنقراهم كده س ب ص هيساوي س ج ص، وهما مشتركان في القاعدة س ص وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل ب ج س ص رباعي دائري، وده المطلوب الأول. طب تعالوا نكتب الكلام ده. بما أن أ ب يساوي أ ج، إذا قياس زاوية أ ب ج يساوي قياس أ ج ب، وبما أن ب س ينصف زاوية أ ب ج وج ص ينصف زاوية أ ج ب، إذا قياس زاوية أ ب س يساوي قياس زاوية س ب ج. والناحية التانية قياس زاوية أ ج ص يساوي قياس ب ج ص. إذا قياس زاوية س ب ص هتساوي زاوية س ج ص، وهما مشتركتان في القاعدة س ص وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل ب ج س ص رباعي دائري. إذا الشكل وهما مشتركتان في القاعدة س ص وفي جهة واحدة منها، يبقى إذا الشكل ب ج س ص رباعي دائري. طب ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني، اثبت إن س ص يوازي ب ج. قلت المطلوب الثاني بيعتمد على المطلوب الأولاني. بص كده معايا، أنا عندي قياس زاوية ص س ب، بص على الرسم كده، ص س ب مالها؟ قياس زاوية ص س ب بيساوي قياس زاوية ص ج ب، مظبوط؟ يعني الزاوية دي كده ص س ب بتساوي زاوية ص ج ب. طيب وإيه كمان؟ إيه السبب؟ لأنهما زاويتين مشتركتان في القاعدة ص ب وفي جهة واحدة منها، من خواص الشكل الرباعي الدائري. بعد كده هنقول له وبما أن قياس زاوية ص ج ب هتساوي زاوية س ب ج ديت. طب أنا عرفت منين إن هما بيساووا بعض؟ مش أنا عندي زاوية أ ب ج كلها بتساوي أ ج ب كلها؟ طب وزاوية س ب ج نص قياس زاوية أ ب ج، وزاوية ص ج ب نص قياس زاوية أ ج ب، يبقى إذا قياس زاوية ص ج ب تساوي زاوية س ب ج. وبالتالي نستنتج ان قياس زاوية ص س ب هيساوي قياس س ب ج، وهما في وضع تبادل. بص على الرسم كده، حرف زد اهو،
زاوية صاد س ب تساوي س ب ج، وهما في وضع تبادل، إذا س ص يوازي ب ج، وده المطلوب التاني. وكده يبقى حلينا الإيه السؤال. يبقى كده خلصنا حصتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.